مقعد قايتباي. يعني الواحد الحقيقة يعني في القاهرة وفي كثير من المدن المصرية يعني في كل مكان في تاريخ. أيوة. في امتداد طبعا. يعني ليه اخترت المكان؟ المكان له فيه ذكريات، لان انا كنت باجي هنا وانا صغير. كان المكان طبعا مكان الوقت ترمم وبقى جميل، يعني كان قبل كده كان مهمل جدا وكان فيه البيوت لازقه فيه، وحصل فيه ترميم وحصل فيه تنظيم للمنطقه، لكن كانت دائما قايتباي مشهوره. القبه بتاعت قايتباي فضلت هي اللي على الجنيه المصري سنوات طويله جدا. فيعني اي حد كان يجي المنطقه يقول له فين قايتباي، يقول له بص على الجنيه شايفه. ولذلك القهوه اللي بره اسمها قهوه الجنيه عشان هي بتبص على اخترت المكان لانه له علاقه بيا وطفولتي وشباب يعني. وتاني حاجه ان الحيطان نفسها بتتكلم تاريخ، يعني الحيطان نفسها بتحكي التاريخ، التأثير اللي حصل عليها مع الزمن. فلوحاتي على الجدران ديت بيحصل لها إضافة أخرى وبتعيش حياة أخرى مع المكان. يعني في تأثير للمكان على العمل الفني بالضبط. يعني طبعا لما حضرتك في مكان على حيطان بيضة غير ما يتشاف المكان على حيطان له كل هذا التاريخ. فأنا كنت سعيد أن أنا أعرض شغلي هنا.